العهد الجديد مش عم بناقض فكر العهد القديم، لأن الله قال يوم تأكل موتا تموتا. صحيح. والعهد الجديد يقول لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. فالله ما بتغير ولا بالعهد القديم ولا في العهد الجديد، الله طبيعته القداسة، والأجرة أجرة الخطية موت. يعني لو حبيت أشتغل على الفكرة اللي حضرتك أشرت إليها، الله فعلا أعلن يوم تأكل منها موتا تموت، ده في تكوين اتنين. وبعدين لما نمشي لحزقيال 18 النفس التي تخطئ هي تموت. وبعدين ربنا في رحمته أوجد حل، إيه الحل؟ إيه؟ تجيب ذبيحة تذبحها بدالك. وبعدين في نفس العهد القديم يقول لك إنه مش ممكن لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فإني كنت أقدمها. طب دي في مشكلة. الحل بتاع المشكلة جه في المسيح، مش ذبيحة حيوانية ستقدم نيابة عنك، لكن هناك ذبح عظيم. إيه الذبح العظيم؟ خروف اسمه عظيم، ده العظمة صفة الله. الذبح العظيم هو الرب يسوع المسيح، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، بل بدم نفسه دخل الأقداس فوجد فداء أبديا، لا بدم تيوس وعجول. يعني حاشا أنه دم حيوانات تكفر عن خطية الإنسان. نعم.